هلا العذراء على موعد مع أخبار حلوة بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير من عام 2023. شو بتقله الأفلاك؟ يا عزيزي، ميركور بشجعك ببداية الشهر على أنك تاخد مبادرات جريئة وتقدر تقتحم مجال يمكن تحسه شوي صعب عندك، خاصة إذا كان مجال مهني ومادي، حتى ولو اضطررت لطرح التحديات ما تخاف. موجود ميركور بالجدي، لما يكون بالجدي بتكون أنت مرتاح، وهالشي لتاريخ 11. يمكن يحسك على الإسراع بحسم موقف وتسريع النشاطات بالعمل وإحاطة أمورك الشخصية بعناية تامة، سواء كانت عائلية صحية أو شخصية، خاصة الأربعاء واحد. هالأمر بيتكرر باليومين الأخيرين، يعني يمكن يصير آخر يومين من الشهر شيء شفته بأول هالشهر أو بيتكرر بآخر الشهر. حاذر بهالوقت من مشكلة مالية يمكن تطرأ، ومن علاقة مهتزة مع جهة مهنية أو مع بعض الزملاء حتى. بتتسوى أمور بين الجمعة 3 والسبت 4، وبخف المناخ الفوضوي، فبتستعيد اتزانك وبتحصل على نتائج جيدة لأعمالك، وهالشي ابتداء من يوم 3/7. بهالوقت بيزول خطر كان ربما عم بيحوم حولك بهالأسبوع.